كريم على جميع المغاربه وجميع العرب كافه. و اللي بغيت نقول هو مؤخرا كنت خرج واحد اغنيه مغربيه سينجل مغربي عصري بطريقه جديده اللي ولاو الاغاني المغربيه حاليا تحت عنوان غلطه. وفي القريب ان شاء الله غادي نبدا في الفيديو كليب ديالها ونشوفوا اغنيه واحده اخرى وسايرين في المهنه ودقه دقه حتى ان شاء الله نوصلوا للمبتغى اللي باغي ان شاء الله. وديما الاعمال اللي نخرجوا يكون عندها اقبال مع الجمهور وكنتمناو دائما اللي جاي يكون احسن. طيب سيبس طويل اصغر واش استفد من شهرة سيبس طويل اكبر ولا العكس؟ بمعنى يعني البسطاوي الاصغر واش فاتوا يعني التجربه ديال سي محمد البسطاوي في المجال؟ الوالد كما كيفاش غادي نقولوا ليها الوالد ديما كنستافد منه انا من غير الشهره وداك الشيء كنستافد منه كفنان وكاب كنستافد منه بزاف د الحوايج. وسيرتو انا فهاد الميدان غادي نحاول باش نجمع ما بيناتهم الغناء والتمثيل. دونك خاصني الوالد ناخذ منه اي حاجه شحال ما قديت ناخذ منه غادي ناخذ منه باش ان شاء الله نحاولوا نكملوا في هذا الميدان وبلا عراقيل بلا قاعد يكون واحد شاد المسائل ديالو ضابطها وهذا الشيء اللي كنتمنوا. اذا انت محظوظ يعني عندك الارضيه اولا عندك منين تنهل كي تنقولوا كاين واحد انا عندي واحد الباب محلول شويه منه انا خصني ضروري نحلو كامل خصني نطيحو النوض نخرج على السوارت نجيب سوارت اخرين باش نحلو ان شاء الله. ما شاء الله يكون الخير ان شاء الله. الله يحفظك الله يحفظك.